محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي تصدر ترند موقع التغريدات إكس يوم الثلاث، والسبب في الهجوم الإلكتروني اللي اتعرض ليه هو إن محمد صلاح ووفد من لاعب ليفربول كانوا في زيارة لمستشفى الدرهاي للأطفال، وقدموا بعض الهدايا على الأطفال احتفالا بكريسمس، وعبروا بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من مشاركة اللاعب المصري في هذا الحدث، وربطوا بينه وبين اللي حصل للأطفال في غزة واللي ما عندهمش اللي يهتم بيهم على حسب تعبيرهم. وكان موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت وصفحاته على السوشيال ميديا نشر تفاصيل الزيارة، وهو أن قام فريق ليفربول بزيارة عيد الميلاد السنوي لمستشفى الدرهاي للأطفال بعد ظهر يوم الاثنين. وقالت واحدة من المتابعين في تغريدة: إزاي بيقدروا يضحكوا للكاميرات وفي غزة الدمار لم تجف بعد؟ وكان المدير الفني لفريق الكرة في ليفربول راحوا مع لاعب الريتس لمستشفى الأطفال المتخصص ومقره في ويست دربي اللي بيعالج مئات الآلاف من الشباب كل عام. وقضى المدير الفني الألماني ولاعبين وقت جميل مع المرضى وعائلتهم واستمعوا لقصصهم وتصوروا معاهم ووزعوا هدايا للاحتفال بفترة الأعياد والكريسماس، ده غير مقابلتهم للموظفين. وضمن الألبوم اللي نشرته الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك صورة لصلاح بيقدم فيه هدية لطفل، وفي الصورة التانية واقف جنب سرير طفلة وباصص للكاميرا ومبتسم. وقال حساب باسم غزة الغزة: واضح ان محمد صلاح متحمس اكتر من الباقي، فاحتفال الكريسماس معقول تطلع الضحكة بالطريقة دي واشلاء اطفال غزة منتشرة هنا وهناك. وكان صلاح اتعرض من فترة لعاصفة من الهجوم الالكتروني مع اندلاع الاحداث في غزة بعد العدوان الاسرائيلي على القطاع وسقوط الاف الشهداء والمصابين، وكان سبب الهجوم هو عدم نشر نجم المنتخب المصري اي تعليق بخصوص الاعتداء على غزة، وطلبوا البعض بنشر القضية ليتعرف على حقيقة الغرب، خصوصا وان صلاح يتابع عشرات الملايين على منصات التواصل.